مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. الآن فد السد الأمني القضائي بمدخل مدينة الحسيمة. كما كتشوفوا إجراءات أمنية مشددة داخل البرج هذا، البرج ديال بوجيبار طبعا، هنا في مدخل مدينة الحسيمة. كما كتشوفوا إجراءات أمنية مشددة داخل السد الأمني القضائي بمدخل مدينة الحسيمة. رجال الأمن دايرين خدمتهم وحاضرين الداخل والخارج. وبعد المناسبة هذه كنبغيو نشكروا رجال الأمن على المجهودات اللي كيعملوها، وعلى هذه المجهودات الجبارة اللي كيعملوها منذ تفشي هذا الوباء هذا في بلادنا، وعلى رأسهم السيد رئيس الأمن الجهوي، طبعا رئيس الأمن الجهوي هنا داخل مدينة الحسيمة، العين التي لا تنام. هنا داخل مدينة الحسيمة كنشوفوا هذا السيد هذا بأنه 3 4 ديال الصباح كنلقاوه كيدور بطوموبيلته، يعني كيتفقد يعني الأحياء والشوارع وأزقة المدينة. كنبغيو نقولوا لرئيس الأمن الجهوي تحية كبيرة لهذا السيد هذا خوتي، تحية كبيرة، شحال ما شكرنا فيه خاصنا نزيدوا نشكروه، لأنه الجميع كيحترموا هنا داخل مدينة الحسيمة، لأنه رجل طيب. تحية كبيرة لرجال الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية هنا داخل الحسيمة. إذا كما كتشوفوا احنا الآن في السد الأمني القضائي مع الحرارة المفرطة، مع الحرارة ديال بصح خوتي. كاين اللي غادي جاي طبعا، اللي غادي للبحار، اللي غادي للشاطئ كيمادو، اللي غادي للشاطئ صبابية كاربونيتا، وعدة شواطئ اللي هي رائعة وجميلة هنا داخل مدينة الحسيمة. إذا كما كتشوفوا احنا الآن في هذا السد الأمني القضائي بمدخل مدينة الحسيمة، إجراءات أمنية مشددة، وطبعا البوليس يعني ذاك بنتو. إذا كما كتشوفوا يعني رغم جا من منطقة الحسيمة جاي من بوعياش، ولكن رجال الأمن رغم ذلك دايرين خدمتهم. يعني كما كيعرف الجميع يعني من المنطقة الواحد منطقة واحد، يعني خصو يعني بلا ما يحتاج ورقة ديال رخصة ديال التنقل أو لا. طبعا كما كيعرف السد الأمني القضائي بمدخل مدينة الحسيمة إجراءات أمنية مشددة، يعني تدوز كل شيء، ولكن غير توصل لهذا السد الأمني هذا كما كيقولوا غادي تحصل، يعني كما كيقولوا يعني وراكم شفتوا. قمنا يعني كطاقم قناة شوف تي في عملنا عدة طبعا حافلة طبعا صراحة الحرارة مقرفة، الحرارة ديال بصح خوتي. الله يحسن عوان يعني هاد البوليس هادو مساكين اللي جالسين فهاد الحرارة هادي وخدامين وحاضرين الداخلة والخارجة. كنقولوا لرجال الأمن فهاد السد الأمني القضائي تحية كبيرة لكم، يعني منذ تفشي هاد الوباء هذا في بلادنا، منذ تفشي هاد الوباء هذا في بلادنا، يعني رجال الأمن، رجال الدرك الملكي، القوات المساعدة، القوات المسلحة، يعني الأعوان ديال السلطات، الأطباء المغاربة، الممرضات والممرضين، الناس ديال الوقاية المدنية طبعا، هما اللي كانوا في الواجهة ومازال باقين في الواجهة. يعني شنقول لكم تحية كبيرة لهاد الناس أخوتي، تحية كبيرة لهاد الناس.
يعني كما كتشوفوا باراج عامر يعني يتزامنا مع اليوم طبعا السبت والحد. الناس كيمشيو للبحار اللي كيجي من بوعياش ام زوران بوكيدار اجدير، اللي كيمشي للبحر كيمشي للشاطئ كيمادور للشاطئ صباديه كارابونيتا تلا يوسف مع الحراره المفرطه الحراره ديال بصح. طبعا مرة أخرى كنبغيو نشكروا رجال الأمن والناس ديال السلطات يعني على هاد المجهودات اللي كيقوموا بها. طبعا منذ تفشي هاد الوباء هذا في بلادنا يعني السلطات المحلية هنا داخل إقليم الحسيمة رجال الأمن الدرك الملكي يعني قايمين خدمتهم وعاملين خدمتهم ودايرين خدمتهم على أحسن ما يرام وحاضرين الداخلة والخارجة. والدليل على هذا بأنه هذه منذ مدة ما تسجلت حتى شي إصابة في طبعا في إقليم الحسيمة. هذه تقريبا المدة ديال شهر ونص الحسيمة خالي من الوباء صفر كورونا هنا داخل إقليم الحسيمة. طبعا هذا الشيء بالمجهودات الناس ديال الأمن والناس ديال السلطات والدرك الملكي والأعوان ديال السلطات طبعا. وكنبغي نشكروا السيد عامل إقليم الحسيمة رئيس الأمن الجهوي هنا داخل مدينة الحسيمة على هذه المجهودات الجبارة اللي يعملوها. وتحية كبيرة خوتي لهاد الناس هادو يعني الرئيس الأمن الجهوي السيد عامل إقليم الحسيمة، تحية كبيرة لهاد الناس أختي. طبعا ما نساوش يعني المجهود اللي عملوا الناس ديال الحسيمة ساكنة الحسيمة ساكنة الريف. طبعا شحال ما شكرنا فيهم خصنا نزيدو نشكروهم، شحال ما شكرنا في ساكنة الحسيمة خصنا نزيدو نشكروهم، لأنه منذ إعلان عن حالة الطوارئ الصحية في بلادنا أو قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في بلادنا ساكنة الحسيمة الناس التزموا في المنازل ديالهم والتزموا بالحجر الصحي والتزموا بالتعليمات ديال السلطات. يعني شحال ما شكرنا فيهم خاصنا نزيدو نشكروهم نزيدو نشكروهم نزيدو نشكروهم. كنقولوا لساكنة الحسيمة لساكنة الريف شكرا لكم على هذا التفاهم، شكرا لكم على هذا يعني روح التضامن والتعاون ديالكم والتفاهم ديالكم وعلى الوعي ديالكم. كنقولوا مرة أخرى لساكنة الحسيمة ولساكنة الريف فعلا لأنكم بينتوا بأنكم وبشهادة الجميع بأنكم فعلا الناس التزمتوا المنازل ديالكم والتزمتوا بالحجر الصحي والتزمتوا بالتعليمات ديال السلطات. وكنبغي نزيد ونقولوا
لساكنة الريف، لساكنة الحسيمة. شكرا لكم على هذا الروح التعاون والتضامن ديالكم والتفاهم ديالكم والتعاون ديالكم. كنقول لكم برافو عليكم، برافو عليكم، برافو عليكم، الله يعطيكم الصحة. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، احنا الآن في السد الأمني القضائي بمدخل مدينة الحسيمة، إجراءات أمنية مشددة داخل هذا السد الأمني القضائي. صور اخوتي هاد الناس هادو صراحة شيء مؤثر، يعني صراحة رجال الأمن، الناس ديال السلطات، رجال الدرك الملكي، الناس ديال الوقاية المدنية والأعوان ديال السلطات والأطباء، الأطباء المدنيين والأطباء العسكريين، الممرضات والممرضين وسائقي سيارات الإسعاف، وبالخصوص يعني هاد الناس هادو، الناس ديال الأمن، رجال الأمن، رجال الدرك والقوات المساعدة والناس ديال السلطات. صراحة منذ تفشي هذا الوباء هذا في بلادنا، الناس قدامي الليل ونهار ما كينعسوش، كاين اللي ما كيشوفش وليداتو، كاين اللي ما كيشوفش عائلته. هذا الشيء كله غير باش هاد الناس ديال الأمن والناس ديال السلطات، غير باش يحميونا ويحميو طبعا هاد الساكنة هذه. وقلت بالدليل على هذا، منذ مدة إقليم الحسيمة تقريبا لمدة ديال شهر ونص ما تشهدش إصابة هنا داخل إقليم الحسيمة. تحية كبيرة لرجال الأمن، تحية كبيرة للناس ديال السلطات أخوتي، تحية كبيرة 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 بزاف. شحال ما شكرنا فيهم خاصنا نزيدو نشكروهم، شحال ما شكرنا فيهم خاصنا نزيدو نشكروهم ونشكروهم ونشكروهم، لأنهم هاد الناس هادو يعني اللي كاينين في السدود الامنيه القضائيه، رجال الامن، رجال الدرك والسلطات المحليه، وعلى راسهم السيد عامل اقليم الحسيمه والسيد رئيس الامن الجهوي، طبعا العين التي لا تنام. فاش كنهضر على السيد رئيس الامن الجهوي كنقول بانه العين التي لا تنام هنا داخل مدينه الحسيمه. عملنا عده تغطيات مباشره، عملنا عده جولات في شوارع واحياء وازقه المدينه مع 4-5 ديال الصباح، كنشوفوا السيد رئيس الامن الجهوي كيدور بوحده في المدينه وفي الاحياء الشعبيه، كيدخل الاحياء الشعبيه كنشوفوه بوحده كيدور وكيتفقد الاحياء وكيتفقد المدينه وازقه المدينه. كنقولوا لهذا السيد هذا رئيس الامن الجهوي، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، والله يعطيك الصحه. لا لا خويا حسن، حتى شي واحد ما كيطلب الوثيقه، يعني غير بلاكارت ديالك دوز مع هذا منطقه جوج. الناس اللي كيجيو من منطقه جوج يعني خاصهم ورقه الرخصه ورقه التنقل. طبعا واخا عنده هذيك الورقه ديال الرخصه ورقه التنقل، يعني كيديو لواحد الفندق مصنف، كيديو كيعملوا بالحجر الصحي حتى كيعملوا له التحليلات ديال الكورونا. وطبعا الناس ديال السلطات هنا داخل اقليم الحسيمه منذ تفشي هذا الوباء هذا في بلادنا، يعني كيديو الناس يعني لا اي واحد جاي من خارج اقليم الحسيمه كيديو لواحد الفندق مصنف كيعملوا في حجر صحي حتى كيعملوا له التحليلات ديال الكورونا.
إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.